فرصة التقدم في النتيجة عندما أهدر إبراهيم كايتا ركلة جزاء عند الدقيقة 47 قبل أن يجبرهم الحكم على إكمال المباراة بعشرة لاعبين بطرد أوسينيو تيون إثر مخالفة نال بها المنتخب النيجيري ركلة جزاء سجل منها هدف المباراة الوحيد إتيبو أوغيني كارو عند الدقيقة 77 ليدون اسم النسور الخضراء في أولمبياد ريو.